السلام عليكم اخوان ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما شفتوا انتهت قرعه تصفيه كاس العالم القاره الافريقيه اللي غادا تقام ان شاء الله في قطر 2022 الشقيقه ان شاء الله. المنتخب المغربي فيعني في الدور الاول ديال التصفيات طاح في مجموعه في المستوى، ان شاء الله كنتمنوا يتاهل اللي يعني المستوى اللي موراه. المهم الاخوان ديالي كنتمنى تعطيونا الاراء ديالكم من خلال التعليقات، واش كيبان لكم مجموعه في المتناول مع ديال المنتخب المغربي، المجموعه اللي كتضم منتخب غينيا وغينيا الاستوائيه ومنتخب السودان الشقيق. المهم الاخوان ديالي غادي نخليكم مع القرعه، عطيونا الاراء ديالكم من خلال التعليقات. ما تنساوش الاخوان ديالنا تشجعونا بلايك، اللايك ديالكم مهم بالنسبه لي. تحياتي لكم خوتي. اخوان ديالي كنتمنى تكون عجبتكم هذه القرعه، واعطيونا الاراء ديالكم عفاكم من خلال التعليقات كيف جاتكم هذه القرعه. وما تنساوش تشتركوا في قناه انوار برو الثانيه، كل شيء راه فراسو بان قناه انوار برو الاولى مشات ليا مع كامل الاسف بسبب الانذارات. اللي كنطلب منكم هو اللايكات ديالكم، واهم حاجه كنتمنى تشجعوا خوكم بهذا اللايك. اللايك ديالكم كيهمني بزاف وكيبين بانكم راه فريمون نتوما بجنبي، وانا عارفكم دائما بجنبي. لا نقول لكم هو تهلاو في راسكم، نشوفكم ان شاء الله في فيديو. مع السلامه.